الحلاوة دي. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. تلمي خلاجاتك وتاخدي بنتك وتجبل ودلوك. نجبل نروح فين وليه؟ اسمع اللي هقول لك عليه. تاخدي شيماء وتركبوا المنفلوط ومنها لبلدنا المندره، وهناك تسالوا على الشيخ جاد ده عمي، هتقعدوا عنده لحد ما اجي اخدكم. مالك يا اخويا في ايه؟ اعمل اللي هقول لك عليه. حاضر يا سيد الناس، حاضر. كل لك لقمه كده بس، بر نفسك، ده انت ما دقتش الاكل من الصبح. صباح روح بقى. نعمل تذكرة الدخول ب 100 جنيه، اللي عايز يدخل هيدفع. شهور جنبي هتقروا في كتاب ربنا. قريتوك ايه؟ فهمتوا منه ايه؟ استفدتوا منه ايه؟ مفيش آية مست قلوبكم؟ مفيش آية
نفضت روحكم وطهرتها؟ كل اللي اتغير فيكم شكلكم. جلابية بيضة! جلابية بيضة! انتوا ايه؟ ببساطة كده تقطعوا جتة الغلابة وتستحلوا لحمهم؟ وحياة الميت لك لا سامحنا يا سيدنا. سامحنا يا سيدنا. سامحنا يا سيدنا آخر مرة آخر مرة. يعني تعبه روحي وسالقه الكوارع وفي الاخر ما يمدش ايده عليها؟ رحت فين يا راجل؟ وزع وزع تحوش متولي منوم. انا عارفه الراجل ده حكايته ايه. روح عند عمي جاد وانزلي على منفلوط وانا حصلكوا. بانه بيعمل الحكايه دي كلها عشان يفلق مني. عارفه بس ايه ده؟ وانا ماليش بخت. وانا ماليش بخت في اي حاجه. Thank you.